مرت سنوات طويلة، لا أستطيع نسيان هذا، أليس كذلك؟ كيف يبدو الوضع؟ أعلى قليلاً. حسناً يا توني، علينا الإظهار للعالم ما كانت تخطط له إيم. ولدي الفرصة المناسبة لذلك. تجربة إيم في مانهاتن، الإعلان عن الآليين المتكيفين الخاصين بتارلتون. كل الشبكات ستكون هناك. أعتقد أنه المكان المثالي لظهور بعض الإنهيومن المفقودين فجأة. ولكن علينا توخي الحذر، قد تقتل إيم بقية المساجين لتجنب خطر الانكشاف. سنحتاج إلى موقع مختبرهم حتى نتمكن من إغلاقه. من الجيد أنك أسرت نائبة تارلتون في القيادة. إذا كان هناك شخص سيسمح بهروبها سيكون بروس. فقد تطوع بالفعل. ليس سيئاً يا توني، توجه إلى غرفة التحقيقات، سأخبر بروس بأنه مشارك. ميس رومانوف، يريد الدكتور بيم التحدث إليك عند طاولة الحرب في أقرب وقت ممكن. تحياتي من أنت هيل. ناتاشا، أشكرك على المساعدة في سجن إيم وعلى كل ما فعلتي وأنت تايني دانسر. كنت أتساءل من كان ملاكنا الحارس. على الرحب والسعة يا هانك، يقوم المرتزقة أحياناً بأفضل الأعمال. صحيح، كيف تمكنتم من... ميس رومانوف، أهلاً بك مجدداً على الكيميرا. لدي معلومات بخصوص المنشقين المحتملين عن إيم، والتي قمت بنقلها لي خلال فترة عملك كتايني دانسر. قمت بتحديد موقعي على طاولة الحرب، قد يهمك. شكراً يا جارفيس، يسرني أنك أنت مجدداً ستدير تفاصيل المهمة من أجلي. مثل الأيام الخوالي كما يقولون. مرحبا يا بروس. هل أنت مستعد للتنفيس عن بعض من تلك العدوانية يا هالك؟
الربط لو كانت لدي يدان. ها نحن ذا. لا تفقد الأمل. تفقد الأمل.
استخدام. سيبدأ التدريب الآن. ألم ترهق بعد يا هالك؟ حسناً، لنجرب شيئاً جديداً. تفقد الأمل. ها نحن ذا. We'll be right back.
لا تفقد الأمل. ها نحن ذا. لا تفقد الأمل. ها نحن ذا.
لا تفقدوا الأمل. ها نحن ذا. لا تفقدوا الأمل.
لا تفقد الأمل. ها نحن ذا. تفقد الأمل. ها نحن ذا.
لا تفقدوا الأمل. ها نحن ذا. لا تفقدوا الأمل.
يتكيفون مع الوضع. لا تفقدوا الأمل، ها نحن ذا.
تفقد الأمل. ينبغي أن نكتفي بهذا على الأرجح قبل أن تحطم غرفتك.